اهلا بيكم و Let's Talk Pharmacy. الفيديو ده هيكون introduction للفارماكولوجي، وعلشان نفهم فارما كويس لازم نبدأ بالautonomic nervous system. اول حاجة محتاجين نعرفها تقسيمة النيرفوس سيستم ونحدد بالظبط مكان الautonomic nervous system في التقسيمة دي. النيرفوس سيستم هنقسمه لcentral مركزي وperipheral طرفي، وزي ما الرسمة بتوضح السنترال بيتقسم للبرين والسباينال كورد، أما ببساطة باقي الأعصاب بتتبع للبريفيرال نيرفوس سيستم. وزي ما الرسمة بتوضح السنترال نيرفوس سيستم هو اللي بيدي الأوامر للبريفيرال نيرفوس سيستم علشان الجسم يقدر يؤدي وظائفه المختلفة. بعد كده هنقسم البريفيرال نيرفوس سيستم لأفرنت وأفرنت. الأفرنت ليه اسم تاني وهو سنسري، يعني المسؤول عن الإحساس، وبيكون اتجاهه من الجسم للسي ان اس علشان يوصل الإحساس. الأفرنت بيكون في عكس الاتجاه، وده بيشيل الأوامر في اتجاه من السي ان اس للجسم. ممكن نحفظها انها أفرنت بالإي for emerging يعني خارج. نيجي بعد كده للأفرنت هنقسمه للأوتونوميك، وده بيكون involuntary وما نقدرش نتحكم فيه، وده بيتحكم في معظم أعضائنا الداخلية زي مثلا ضربات القلب. النوع التاني بيكون سوماتيك، وده بيكون تحت إرادتنا وفولانتري، وبيوصل للسكلت الماسلز، وبيشتغل لما تحب تعمل أي نشاط بتعمله بإرادتك زي الجري أو ركوب الدراجة. بعد كده هنقسم الأوتونوميك لسيمباثاتيك، وده بيكون زي السوبر هيرو اللي بيجي ينقذك لما تكون في أزمة ويخلي جسمك يتصرف بطريقة تنجيك من الخطر، أو الباراسيمباثاتيك، وده بيشتغل لما تكون قاعد ومرتاح وتحت ظروف ما فيهاش أي ضغط زي الأكل أو العملية الهضمية مثلا. يبقى علشان نجمع التقسيمة الكبيرة دي للنيرفوس سيستم قسمناها للسنترال والبريفيرال. السنتر بيتكون من البرين والسباينال كورد. البريفيرال هنقسمه الأفرنت وأفرنت. الأفرنت بينقسم للأوتونوميك والسوماتيك، والأوتونوميك بنقسمه للسيمباثاتيك وباراسيمباثاتيك. ودلوقتي قبل ما نشرح شكل كل نيرف محتاجين نعرف شوية تعريفات. خلينا نفترض ان الدايرة هي البرين، والخط هو السباينال كورد، والجزء البيضاوي هو الأورجن اللي بيأثر عليه العصب. اول فراغ بنقابله اسمه ساينابس، وده بيطلع عنده النيورو ترانسميتر علشان يأثر على الريسبتر على الدايرة الحمراء دي، وبنسميها جانجليا ومفردها جانجليون. اي حاجة قبل الفراغ ده بيتقال عليها بري جانجليونيك، واي حاجة بعدها اسمها بوست جانجليونيك. والعصب اللي قبلها اسمه بري جانجليونيك نيرف، والعصب اللي بعدها اسمه بوست جانجليونيك نيرف. هنبدأ اولا بالسوماتيك نيرف. هنلاحظ انه مفهوش اي قطعات تماما، وبما اننا بنتحكم فيه فهو بينتهي بسكالت الماسل، والنورو ترانسميتر هو أسيتيلكولين. وهنا نيجي لأول قاعدة، إن دايماً عند أول قطع بيطلع أسيتيلكولين وبيأثر على NM receptor أو nicotinic muscular. وأخيراً الفراغ اللي بين العصب والعضلة اسمه motor end plate أو neuromuscular junction. ثانياً في sympathetic nerve هنلاقي الجانجليا قريبة من CNS، وده بيسمح ان السيمباثاتيك نيرفوس سيستم يكون متشعب لكل اعضاء الجسم لانه كله بيشتغل كوحده واحده في مواجهه الخطر. وحسب قاعدتنا الاولى عند اول قطع بيطلع أسيتيلكولين وبيأثر على NN ريسبتور. وهنا نيجي للقاعده الثانيه، دايما عند اول قطع الريسبتور بيكون نيكوتينيك، لو بعده نيرف يبقى NN، ولو بعده عضله مسل يبقى NM، وطبعا بينتهي بعضله لا اراديه زي السموث ماسلز او الكاردياك ماسلز. اخيرا بوست جانجليونيك بيطلع نوربيدورفين وبيأثر على الفا او بيتا ريسبتورز. اخر عصب عندنا هو الباراسيمباثاتيك، وفيه القطعة بتكون بعيدة عن السي ان اس، وكالعادة بري جانجليونيك بيطلع أسيتيلكولين وبيأثر على ان ان ريسبتور، وبوست جانجليونيك برضو بيطلع أسيتيلكولين بس هنا بيأثر على ماسكورانيك ريسبتور، وطبعا بيأثر على عضلة لا ارادية زي السموث ماسل او الكاردياك ماسل. وهنا تيجي نهاية الفيديو، أتمنى أكون أفدتكم، ولو عندكم أي اقتراحات لمواضيع حابين نتكلم فيها اكتبوها في الكومنتس. أشوفكم الفيديو الجاي.